خد يا كلب البحر. نعم يا ام. ايه اللي انت مخبيه ورا ظهرك ده؟ ايه ده يا كلب البحر؟ هو انا مش قلت ما اشوفش كيس قدامي في البيت؟ ثانية واحدة. سيد الرئيس. ابي. حضرات السادة المستغربين، اخواتي، انتم سمعتم جيدا ماذا قالت ام. امي قالت ما اشوفش كيس اندومي في البيت. وهذا ليس كيسا، ما علبة اندومي. ولهذا فيسقط كل الكلام وكل الحلفانات على الاندومي. والله على ما اقول شيء. لا حتاخدي ولا تجملي، ده العشق لو